كان معمول لك شوية حاجات كده من الفيسبوك من أعمالكم صليت عليكم أستاذ ميزو. تبقى قاعد في أمان الله في حالك ساكت، مش عايز تنكش حد، مش عايز حد ينكشك، ما بتتكلمش، ما بتجيبش سيرة الكورة، ما بنطلعش نعمل فيديوهات على حد. حتى لما الواحد حاول ان هو يطلع يعمل فيديو ولا حاجة ملناش نفس قوي، يعني الواحد ساعة الفيديو بيقول كلمتين وبعدين بيحس ان هو يعني ايه مش وقته يا اخي. وبعدين لما بتقعد مع نفسك كده تتفرج على الاخبار بتكتئب من اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، فتقول يعني مش وقته كوره ومش وقته اهلي وزمالك اصلا، لان كده كده مفيش كوره اهلي وزمالك، كده كده اهو تجمع للمنتخب واحنا كلنا ورا المنتخب، ونسكت بقى وخلاص لحد ما نشوف الدنيا تمشي ازاي. تلاقي واحد هو تقريبا طوله ما يعديش 130 سنتي اعتقد، يعني ما قابلتوش صراحه الحقيقه، اللي هو صاحبي انفانتينو الاستاذ ميزو، ابو صباع في ودنه وكلنا عارفين ان صباعه في ودنه، لان كان اسامه اللي بيطلع معايا لايف في تيك توك، اسامه الزملكاوي، اعترض على موضوع صباعه في ودنه. فانا حابب اقول لاسامه ان الاستاذ ميزو خبير اللوائح ابن اللائحه البار، صباعه في ودنه زي ما انت فهمتها بالظبط. الاستاذ ميزو او الشهير بخوخه نظرا للتشابه الكبير بينه وبين الخوخه، قلت لكم قبل كده الخط اللي في النص ده بيفكرني بنفس شكل الاستاذ ميزو بالظبط، يعني الاثنين ما فيش بينهم خلاف. الاستاذ ميزو ما كانش بيظهر بقاله حبه، لكن ابتدى يرجع تاني، او كان بيظهر كل كام يوم كده على اليوتيوب، دلوقتي الحمد لله رجع على الفيسبوك وابتدى يظهر تاني ويعمل لايفات، بيقول شويه كلام الواحد كان بيحاول يعمل نفسه مش واخد باله، يحاول يعمل نفسه مش سامع، خلاص يا عم اديك زيط، قول يا سيدي اللي انت عايز تقوله واديني سايبك في حالك. لحد اما الاستاذ ميزو طلع امبارح بعد ماتش مصر، الناس كلها بتتكلم في الماتش وفي الظروف، ناس مختلفه وناس متفقه، ناس بتقول شكل المنتخب كويس مقارنه باللي فات، فاحنا كده احسن بكتير، فاحنا كده في كيرف تصاعدي، طب نقول الحمد لله. ناس ثانيه شايفه ان لا احنا منتخب المفروض يكون شكلنا احسن من كده بكتير، لان احنا ابطال افريقيا، مش ابطال افريقيا الفتره اللي فاتت بس، تاريخيا احنا اكتر منتخب كسبان بطوله افريقيا، احنا من اقوى المنتخبات في افريقيا، فما ينفعش كل ما نيجي نلعب منتخب تقيل يبقى ده شكلنا. مع فيتوريا احنا لعبنا مع تونس ولعبنا مع الجزائر، دي المنتخبات اللي احنا لعبناها، منتخب منهم كسبنا هنا في القاهره 3، والمنتخب الثاني امبارح احنا وصلنا لمرحله ان احنا بندعي ربنا ان ما يخشش فينا جوان، ولما دخل فينا جون في اخر الماتش قعدنا نقول طب يا رب ما يخشش الثاني ونطلع متعادلين. فناس مش راضيه عن شكل المنتخب بالشكل ده، لكن في الاخر الناس كلها بتتكلم في المنتخب، الناس كلها بتتكلم في منتخب مصر، في نقاش حوالين منتخب مصر، لحد ما طلع لنا الكابتن ال 120 سنتي الاستاذ خوخه او الاستاذ ميزو ابو صباع في ودنه. فانا قررت ان انا اديهوله بالعرض، اديهوله بالعرض اللي هو الفيديو يا جماعه، عشان الكلام ده بيتفهم غلط والناس تقعد تقول اه الاستاذ ميزو بيحب ياخده بالعرض، ودي معلومه انا عارفها ان هو بيحب يشوف يعني الفيديوهات بالعرض لانه راجل بيحب يفتح اليوتيوب وكده، بس مش ده موضوعنا عامه، مش موضوعنا خالص. خلينا نتكلم على الاستاذ ميزو كان بيقول ايه، ونشوف كده واحده واحده ابتدى اللايف بتاعه امبارح ازاي، او كان بيتكلم على ايه امبارح في اللايف، وبعدين نرجع نكمل الكلام. المنتخب الجزائري ارتكب بعض الاخطاء اكيد، منتخب ابتكر ان المباراه سهله بسبب طرد غير مبرر من لاعب يفترض انه دولي، ولكن تعامل بمنتهى السذاجة ومنتهى الفكر المحلي في كرة مشتركة. يعني ده شغل اوكي، ده شغل بتتجامل فيه في الدوري المحلي، ولكن تلعب دولي وتعمل التصرفات دي او الدخلة دي مستحيل، حتى لو استاذ الفار انا شايف انه كان يستحق الطرد بلا شك، تهور كبير جدا. ويعني للأسف كان محمد هاني أقل كثيرا من المباراة. الحقيقة المباراة في مجملها ادت لنا أمل أن المنتخب لربما يستطيع أن يفعل شيء، وإن كنت لازلت حتى هذه اللحظة غير مطمئن على وضع ومسار المنتخب، غير سعيد بما مر على المنتخب من تحذيب للاعبين وخلينا نقول التضحية بالمنتخب من أجل أحد الأندية. لا واضح واضح انك ضد التحذيب طبعا، لان انت لما اتكلمت قلت ان محمد هاني لاعب محلي، محمد هاني لاعب محلي، وان التدخل اللي محمد هاني عمله امبارح بدل ما احنا بنتناقش في منتخب مصر، ورغم الخلاف اللي كان بين الحكام نفسهم، انا على فكره شايف ان الكوره طرد عشان بس تبقى الدنيا تمام. الاول كنت شاكك ان دي ممكن تكون انذار لحد ما ابتديت اسيرش واسمع كام حد بيتكلم في التحكيم من الحكام من خبراء الحكام، فاقتنعت بوجهه نظرهم ان قانونا الكوره دي كارت احمر، فخلاص الكوره كارت احمر. نسكت؟ لا، استاذ ميزو او صباعه في ودنه ابتدى يحرك صباعه شويه في ودنه كده، عشان بس انتوا عارفين احيانا ودنه بتتسد وهو بيبقى لابس ايربودز كده بيقعد يدوس عليها كل شويه، وبيحب يحط صباعه في ودنه جدا جدا، ودي معلومه مؤكده الناس كلها بتشوفها في فيديوهات، عشان برضه محدش يفهم الكلام غلط. ومعلش سامحوني لو الفيديو ده هيكون طويل شويه، بس الاستاذ ميزو ده زي ما قلت لكم بيحب الحاجات تكون طويله بالعرض زي فيديوهات اليوتيوب، يعني عشان محدش دماغه تفهم حاجه ثانيه. المهم الاستاذ ميزو قال لك ان محمد هاني لاعب محلي، وان التدخل ده عادي لو انت بتتجامل فيه في الدوري عادي، لازم نلقح يعني، لازم شغل المصطبه ده ونرمي كلمتين كده. انا مش قصدي، انا بتكلم يعني في اللي انا بشوفه، ها خدتش بالي.
والله استاذ ميزو انت بتحب تاخده بالعرض وحياه ربنا. انا عارف انت يعني انا شايف ان انت بتحب تقعد تنكش 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 عشان اما حد يرد عليك في فيديو يبقى فيديو طويل متصور اتش دي متصور تصوير بالعرض اللي هو بينزل على اليوتيوب اكتر ما بينزل على السوشيال ميديا او على التيك توك او على الفيديوهات اللي بتنزل بالطول عشان ما تفهمش المعلومه غلط. بس انا شاكك انك بتحب كده. مش شاكك انا متاكد. الاستاذ ميزو وهو بيتكلم في اللقطه دي عمال يلقح ان الاهلي بيتجامل في الدوري وان هو عمال يتكلم على الدوري ومش بيتكلم على مستوى المنتخب، لان هو لما ابتدى يحلل اداء المنتخب وطبعا استاذ ميزو محلل هايل جدا محلل كبير جدا، فخلينا نشوف المحلل الهايل لما ابتدى يتكلم شويه كمان على المنتخب بعيدا عن محمد هاني وليكن ده اللعيب اللي اتطرد فاتكلم عليه، يا ترى هيقول ايه على بقيه لعيبه المنتخب؟ خلينا نسمع كده. حتى وان كنت غير مقتنع ان المنتخب قادر على ده، ليه؟ بسبب استمرار عمل المنظومه بشكل غير جيد والكلب ميكالين في الكره المصريه وفي الدوري المصري. المستوى المحلي اللي انا شايف ان هو يعني هذا المستوى لا يؤهلهم للعب في منتخب مصر وكانوا نقطه ضعف وثغره. الاخ محمد هاني والاخ حسين الشحات والاخ ياسر ابراهيم ثلاث عناصر. حضرتك ممكن هتفتكر ان انا بقول كده عشان الاهلي والزمالك، ده ملوش علاقه. انا اكتر من ينادي بعدم تحزيب المنتخب لاهلي وزمالك. كلب مكيالين. يعني انت شايف ان مشكله المنتخب امبارح محمد هاني اللي لعب 30 دقيقه واتطرد ويتحمل طبعا ان هو اتطرد، لكن هو لعب 30 دقيقه من الماتش وده سبب ممكن ظهور المنتخب بشكل وحش. طب قبل ما هاني يطرد احنا اول 30 دقيقه كان شكلنا عامل ازاي؟ اكيد برضو بسبب محمد هاني. الاسباب الثانيه من وجهه نظر الاستاذ ميزو هم حسين الشحات وياسر ابراهيم، اللعيبه كل واحد فيهم لعبه بتاع ربع ساعه امبارح، دول هم اسباب ان المنتخب مش حلو. لا المنتخب ما عجبنيش، محمد هاني، ياسر ابراهيم، حسين الشحات. وبعيدا عشان انا مش هقعد لك كل اللي انت قلته في الفيديو، لان شوف يا اخي الفيديو هيبقى طويل وبالعرض وان شاء الله يبسطك يعني وتبسط لما تشوف الفيديو، يعني اقصد ما تضايقش، انت عارف انت صديق صديقي، انا وانفانتينو صحاب، انت وانفانتينو صحاب وشرحت لكم الموضوع ده قبل كده، بناخد انفانتينو عامل مشترك، اذا انا وانت اصدقاء. يعني حاجه ما اتمنهاش لارد اعدائي طبعا ان هو يكون من اصدقائك يعني، بس واقع واتفرض علينا هنعمل ايه؟ ما هو زي ما انت صاحب انفانتينو انا صاحب انفانتينو، يعني انت عارف جماعه ودايره. المهم يا ابو صباع في ودنه يا خوخه، الاستاذ خوخه بيقول لك ان هو بعيدا عن اللي انا جبت اللقطه اللي انا جبتها لكم دي، بس لو حد اتفرج على بقيه الفيديو يعني، قال لك ثلاثه ما اتمناش اشوفهم تاني في المنتخب هم حسين الشحات، ياسر ابراهيم، محمد هاني، هم دول اسباب مشكله المنتخب. المنتخب لو شلت منه حسين الشحات اللي ما بيلعبش اساسي، ياسر ابراهيم اللي ما بيلعبش اساسي، محمد هاني اللي ما بيلعبش اساسي بس هو لعب امبارح اساسي، دول هم مشكله المنتخب. مشكله المنتخب امبارح كانت في الثلاث لعيبه دول، مش ان احنا نص الملعب كان رايح مننا امبارح، مش ان الجزائر كانت ماسكه علينا الكوره، مش ان احنا جينا اخر 10 دقايق اللي بالمناسبه تقريبا هم الوقت اللي لعب فيه حسين الشحات احنا ما كناش بنهاجم، فاحنا شايفين ان حسين الشحات عنده مشكله عشان ما ظهرش كويس مع المنتخب. ازاي يا حسين واحنا بندافع ما تاخدش الكره من منطقه ال 18 وتروح ترقص ثلاث اربع لعيبه مثلا بتوع الجزائر تروح انفراد يا اخي تجيبهم؟ ليه كده يا حسين؟ ليه كده يا سحس؟ حرق برضه دلوقتي حسين عامل لك مشاكل، يعني في لعيبه كتير عامله لك مشاكل من الاهلي، فانا مقدر الموقف اللي انت فيه. عامه انا مش هتكلم معاك في فنيات، مش هتكلم معاك في تحليل الجون اللي اصلا من وجهه نظر انا الجون ده ما يتحملوش الاثنين قلوب الدفاع، لان تمركز جوه منطقه الجزاء غلط سواء منهم من الاثنين بتوع نص الملعب اللي المفروض بيسقطوا اللي هم على فكره بالمناسبه بقوا طارق والنني في الموقف ده، ما كانش في حد من الاهلي. انا عارف ان الموضوع هيبقى صعب عليك للاسف، عشان كده انت ممكن ما جبتش سيرتهم، انت قلت تروح لقلب الدفاع ونقول ياسر ابراهيم وبعدين نرمي شويه كلام على محمد عبد المنعم. ولا انت صحيح يا استاذ ميزو بما ان يعني ما اعتقدش انك لو راجل بتفهم كوره، انا اشك طبعا انك بتفهم كوره عشان بس لا قدر الله ما تفهمش ان انا فاكرك بتفهم كوره وكده، بس لو فرضا انت بتفهم كوره هتبقى شايف ان محمد عبد المنعم هو اعلى مدافع في مصر، فهل ليك راي مختلف بما انك بتتكلم من غير تحزيب؟ انت ضد التحزيب طبعا وضد ان المنتخب نقعد نقول دول اهلي ودول زمالك، ولا يا ترى انت ليك وجهه نظر مختلفه؟ ما تسمعنا كده. اداء لما يعود الونش، اكيد عوده الونش هتكون مفيده جدا للمنتخب لما يكون جنب عبد المنعم كقلبي دفاع، او في حاله عوده واستعاده احمد حجازي العفيت ان شاء الله باذن الله ويلعب حجازي جنب الونش، قلب الدفاع بتاع المنتخب هيبقى وضع تاني خالص ان شاء الله في امم افريقيا وفي المرحله اللي جايه، لان عاد الونش وعاد احمد حجازي فقلبين دفاع هيبدوا تقل للمنتخب، لان بصراحه ياسر ابراهيم كان نقطه ضعف كبيره. لا ثانية واحدة معلش ثانية واحدة، حضرتك فنيا شايف ان لو حجازي اللي راجع من الصليبي والونش اللي راجع من صليبي برضو الاتنين راجعين بقالهم حوالي 6-7 شهور ما بيلعبوش، فالاتنين يلعبوا اساسيين ومنعم يقعد بره، ومع كامل احترامي للاتنين انت شايف ان لو الاتنين رجعوا وابتدوا يخشوا في الجو او في ابتدوا يرجعوا فيت واحدة واحدة، فانت شايف ان الاتنين ممكن هم اللي يلعبوا اساسي وعبد المنعم يقعد بره؟ لا واضح انك فعلا ما بتحذفش الموضوع، بدليل ان انت حتى وانت بتتكلم عليهم وخلاص خلصت الموضوع رجعت تاني قلت لان ياسر ابراهيم
كان نقطه ضعف. الواد ياسر ابراهيم لما لعب 10 دقايق امبارح كان نقطه ضعف طبعا، لان الهجوم الكاسح بتاع الجزائر علينا اخر 10 دقايق اللي كان بيلعبهم ياسر ابراهيم ما كانش بسبب ان نص الملعب برده متاخد، ما كانش بسبب ان احنا الفرقه كلها بتدروب باك او الفرقه كلها راجعه ساقطه لورا بتدافع. لا، الاستاذ المحلل الكبير استاذ ميزو ابو صباع في ودنه او الاستاذ خوخه، نظرا للتشابه الكبير بينك وبين الخوخه، هو شايف ان المشكله كلها كانت في ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم هو اللي وحش على فكره. انا اتفرجت على الماتش كويس وشايف ان استاذ ياسر ابراهيم كان وحش. كل معلوماتك عن الكوره انها مربعه، واضح ان معلوماتك عن الكوره ما تختلفش كتير عن معلوماتك عن اللوائح. انت طبعا خبير لوائح لدرجه ان انا معترف ان انت ابن اللائحه البار المنتمي جدا يعني للائحه، عشان ما تفهمش الافيه غلط. واضح ان انت كمان بتفهم في الكوره بنفس درجه فهمك في اللوائح. لا ما شاء الله ما شاء الله. طب قول لنا يا استاذ ميزو يا ابو صباع في ودنك، اشرح لنا كده يا ترى عندك ايه تاني تعليق عن ماتش امبارح؟ هل شايف اي حاجه تاني فنيه كان فيها مشاكل، ولا هم بس لعيبه الاهلي هم اللي كانوا عاملين لك ازمه؟ يعني طبعا انت مالكش في التحزيب والحاجات دي احنا فهمنا خلاص، بس هل انت شايف اي اسباب تانيه ولا انت ايه رايك في الموضوع؟ شكرا للحضور المميز للجمهور، ولكن ليه عتب كبير على جماهير جت ولابسه تيشيرتات انديه. انت حضرتك ده منتخب مصر، حضرتك عايز فاهم ان ناديك اهم من المنتخب، انت غلطان. وإذا فاهم إن أنا رايح من منتخب عشان ألبس تيشيرت النادي بتاعي عشان أقول أهو النادي بتاعي، أنت غلطان. أنا هنا مش بحدد نادي، لأن أنت إحنا كنا شايفين مدرجات وشايفين إيه التيشيرتات اللي ملبوسة، عشان ما نقعدش نزايد على بعض ونغير إن في النهاية ده منتخب مصر. من لا يحترم شعار منتخب مصر فليقعد في بيته. من لا يهتم بقيمة منتخب مصر ووحدة الجمهور المصري خلف المنتخب فليقعد في بيته. من لا يهتم بشعار وقيمة قميص منتخب مصر فليقعد في بيته. يعني كده واضحة، يعني حضرتك يعني مش عايزينك تشرفنا بطلعتك البهية دي بالقميص المثير للاشمئزاز في الماتشات الدولية. أنا بالنسبة لي مثير للاشمئزاز، أنا برضو هنا مش بحدد، أنا بتكلم بشكل عام. لما يبقى منتخب بلدك تحترم نفسك وتحترم بلدك وتحترم علم بلدك وتحترم شعار المنتخب، يا تيجي لابس تيشيرت المنتخب يا تيجي لابس قميص او لون قريب للون تيشيرت المنتخب وبس، ما فيش شعار انديه. ولكن ترتدي شعارات انديه دي انا شايفها نوع من انواع الجهل اللي للاسف منتشر بين قطاع معين وفئه معينه من بعض الجماهير، وانتوا اكيد فاهمين حاجه زي دي ايه سببها ومين دايما بيفضل يعملها. فانا ارفض، انا ارفض ان تتحزب جماهير منتخب لانديه. تعالوا لي بقى لما اقول لكم ايه مشاكل المنتخب تاني. البهوات اللي قاعدين في الاستاد اللي لابسين تيشيرتات الانديه امبارح يا استاذ ميزو، لو حضرتك اتفرجت على الماتش ده فرضا، يعني انت اتفرجت على الماتش وانك راجل وطني وكده فبتتفرج على ماتشات مصر مش زينا، احنا طبعا بنتفرج على ماتشات مصر عشان ننتقد، لكن انت بتتفرج على ماتشات مصر اوت اوف ان انت راجل وطني. فالاستاذ ميزو الوطني رغم ان امبارح كان واضح وضوح الشمس ان في ناس لابسه تيشيرتات الاهلي، في ناس لابسه تيشيرتات الزمالك، لدرجه ان انا امبارح لفت نظري لقطه هحاول اجيبها لكم احط لكم سكرين شوت هنا رغم صعوبه الموقف، يعني ان انا شفت اتنين لابسين تيشيرتات الاسماعيلي وماسكين علم الاسماعيلي. قلت سبحان الله، حتى الاسماعيلاوي بقوا بيظهروا في الاستاد في ماتشات منتخب مصر، مع كامل احترامي ليهم يعني، بس انا بتكلم على الاعداد. معروف ان احنا الاغلبيه، معروف ان انتوا تاني اغلبيه في مصر، ودي حاجه احنا معترفين بيها عشان بس انا بديك حقك يعني. بس انت ما شفتش كل دول، انت شفت الناس اللي لابسه تيشيرتات الاهلي بس. قال لك هو نادي واحد، هو نادي واحد اللي ما بيحترمش منتخب مصر. حضرتك لو مش رايح، لو مش عايز تلبس تيشيرت منتخب مصر اقعد في البيت. لو حضرتك عايز تروح ومعكش تيشيرت منتخب مصر البس قميص، ما ينفعش تيشيرت، ها لازم قميص، عشان هما بيقولوا قمصان الانديه، فانا حفظتها قمصان، لكن مش هينفع اقول لك تيشيرتات بقى وكده، ومش هينفع اقول لك اي حاجه ثانيه. انا راجل بروفيشنال، هما بيقولوا قميص النادي الاهلي قميص نادي الزمالك، فانا اقول لك البس قمصان. فحضرتك تلبس قمصان الوانها شبيهه من الوان المنتخب. وطبعا الاستاذ ميزو دخل في وصله تعريفيه لجمهور الجزائر عشان يلقح برضه، يقول لك محدش كان لابس تيشيرت الجيش الملكي، محدش كان لابس تيشيرت الحاج عاصمه، ها تعالى عاصمه فاكرينه. يلا يلا ايه الافيهات الحلوه دي. ابو تقل دمك يا خوخه. المهم ان خوخه لما جه يتكلم في القصه دي صنف الموضوع انه بيتكلم على جماهير الاهلي فقط، وقال لك ان التيشيرت اللي انا لما بشوفه، معلش التيشيرت، قال القميص، معلش القميص اللي انا لما بشوفه بشعر بالاشمئزاز. الاشمئزاز طبعا انا عارف ان الاشمئزاز ده جاي لك من اللي انت بتفتكره، لان انت اكيد لما بتشوف تيشيرت النادي الاهلي بتفتكر حالات الجماعي اللي كانت بتحصل فيك انت ومعرفش مين تاني بصراحه، بس اكيد الليالي الكتير اللي انت نمت فيها معيط، القهره اللي انت شفتها من النادي الاهلي، اكيد كميه الكبت حرام انت مش لاقي حته تطلعها فيها، لان كده كده الخوخه مقفوله، في حاجات كتير تانيه قافله الخوخه او ودنك، يعني اقصد الايربودز او كده، فطبيعي لازم تنفس من اماكن تانية، فبتضطر تنفس من بقك وتبتدي تتكلم وتقول بقى في اللايفات قد ايه انت بتشعر بالاشمئزاز لما تشوف التيشيرت ده، وان هو جمهور نادي واحد احنا عارفينه هو اللي بيعمل الحركات دي.
معلش يعني ما عنديش حاجه اقولها لك غير معلش، الف سلامه، حط لها قطره وسيبها فتره. المهم الاستاذ ميزو ابو صباع في ودنه طبعا طبعا مش هيسكت على كده، بس الاستاذ ميزو الحقيقه انا مش هقدر اجيب له بقيه الفيديو لان يعني في حاجه تانية عايز اتكلم فيها. برغم ان احنا دلوقتي الناس كلها بتتكلم في قصه فلسطين، ان الناس مثلا مختلفه في الاراء وان احنا ازاي ندعم، ازاي نسبورت، ازاي نتكلم، لا نتكلم، لا ما نتكلمش، لا معاهم حق، لا معاهمش حق، يعني في خلاف في حته والناس كلها بتتكلم في حته، والاستاذ ميزو اول ما ابتدى يرجع لنا كان بيتكلم في حته تانية خالص. خلينا كده واحده واحده نشوف الاستاذ ميزو لما رجع يظهر على الفيسبوك من حوالي 3 ايام قال ايه ونرجع نكمل كلامه. شكرا ليكم على الاهتمام والدعم، بس لازم تعرفوا ان غيابي خلال تقريبا شهر بسبب حمله ممنهجه اتعرض ليها في اخر 4 شهور أو 5 شهور. يا دي النيله على الحمله الممنهجه يا جماعه، بعد اذنكم زي ما عملت لكم قبل كده نداء، قلت نداء كان ساعتها لصفحه ماجيكانو وكل الصفحات اللي بتنتمي للنادي الاهلي، لو سمحتوا محدش يعمل ريبورتات لصفحه كابتن طارق اي كيو سيد، وكان ساعتها عشان خاطر الكابتن باسيوني مولت. بجدد النداء بتاعي يا جماعه بعد اذنكم، كفايه ريبورتات على الاستاذ ميزو، ما تحرمونيش من الاستاذ ميزو. دلوقتي الاستاذ ميزو لما يشيل صباعه من ودنه ويقعد في البيت ما يطلعش، انا اعمل ايه؟ طيب انا اتفرج على مين؟ يعني انتوا دلوقتي لو قفلتوا لي مثلا البيج بتاعت الكابتن طارق اي كيو سيد فتبقوا ضربتوا لي الكابتن طارق اي كيو والكابتن باسيوني مولت، وكمان عايزين تضربوا لي الكابتن ميزو، انا اعمل ايه يا جماعه؟ يعني عيب، يعني سيبولي يا جماعه اكل عيشي يا جدعان، واحده واحده عليا والنبي، وسيبولي الناس دي موجوده. احنا اسفين طبعا استاذ ميزو على الريبورتات اللي حصلت، واسفين على الحمله اللي قعدتك في البيت لمده شهر زي ما انت قلت. بعد كده انا مش جايب اللقطه دي، بس انت قلت ان انت كنت قاعد بقالك شهر عشان كان معمول لك شويه حاجات كده من الفيسبوك. من اعمالكم صليت عليكم استاذ ميزو. يلا بالشفا. المهم ان الاستاذ ميزو كان زعلان قوي من الموضوع ده، فانا بعتذر له. اتفضل يا استاذ ميزو كمل. الحمله زادت بشكل كبير ومع اختراب الانتخابات الخاصة بنادي الزمالك وانتخابات نادي الزمالك تحديدا، لان في احد المرشحين اللي هو بيدفع لليوتيوبر وبيدفع للعيال بتاع السوشيال ميديا وبيدفع بوستات لصفحات عشان سواء انا او غيري من الداعمين للقائمة يتشتموا او يقولوا ضدهم شائعات. هذا الشخص اللي تعود على شراء الزمم واشترى بعض الاعلاميين ومشتري هوا ومشتري اعلامي حطه في برنامج كده، يعني لجانه شغاله ضدي بشكل وقح. انت اصلا ما حدش طايقك، انا كنت فاكر جماهير الاهلي اللي بتعمل كده. اصلا ما حدش طايقك خالص، انت بتتكلم على اللجان بتاع الجمهور الزمالك. استاذ بيزو انتوا عندكم لجان برضو؟ انت مش كنت بتقول ان في جمهور واحد بس هو اللي عنده لجان؟ ويا شفت احمد عبد القادر لما كتب البوست قال ايه؟ معروفه في هناك لجان وفي ناس بتقبض فلوس، طلع عندكم انتوا كمان. وبعدين انت كنت بتلقح على مين؟ الاستاذ بيزو كان بيقول ان في حد بيهاجم القائمة الموحدة. انا بحمد ربنا انك واحد من الناس اللي مع القائمة الموحدة دي، عشان نعرف برضو ان القائمة الموحدة دي يعني مش الطف شيء، مش احسن حاجة، مش هنتحرم من الكوميديا اللي كانت موجودة لان في امثالك موجودين مع القائمة الموحدة. فانت بتطمني على مستقبل القائمة الموحدة عشان بس تبقى انت عارف المعلومة دي. يعني المهم ان الاستاذ ميزو بيقول ان في حد هو كان شبهه في حتة كده انا ما جبتهالكوش هنا، بس كان بيقول نادي مونتيري المكسيكي الحداد اللي بقى شيال، اللي عنده قناة اللي جايب اعلامي لحسابه واللي جان بيديها فلوس. انت بتلقح علاني عتال؟ انت مكسوف تقول اسمه ولا انت بتخاف؟ اصل انا بصراحه لما باجي الاقي حد بقول اسمه، يعني انا بتكلم عليك اقول ميزو بصباع في ودنه عادي، اجيب صورتك وصورتك بالخوخ على فكره، لان انت ده شكلك الحقيقي، يعني انا اتوقع ان انت شكلك الحقيقي لو انت لابس ماسك عليه خوخه الناس هتعرفك اكتر ما لو هتعرفك من غير ماسك، ده توقعي الشخصي طبعا مش معلومه. يعني المهم ان الاستاذ ميزو بيلقح على هاني العتال المرشح على نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، اللي لو كسب هيبقى الاستاذ ميزو عمل مشكله ان هو محسوب على قائمه الكابتن حسين لبلب وطلع هاجم نائب الرئيس. هل يا ترى هنشوف تاني نفس المشهد بتاع اقسم بالله ما في نائب رئيس ومش هيخش النادي وانا لوحدي اللي رئيس، ولا 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 هيبقى بيخش النادي عادي بس الناس كلها عارفه ان رئيس مجلس الاداره ونائب الرئيس ما بيحبوش بعض، ده بيجيب لجان على كلامك، انا ما اعرفش، نائب الرئيس بيجيب لجان عشان يهاجم القائمه بتاعه الرئيس، والرئيس اكيد مش هيسكت، اكيد هيرد. ده الدنيا هتبقى حلوه قوي في المجلس عندكم يا استاذ ميزو، والله ربنا يخليك على المعلومات الحلوه دي. فبعدين رجعوا يسالوني يقولوا لي انت بتجيب معلوماتك منين؟ ما الاستاذ ميزو هو يا جماعه رقبته سداده ما شاء الله، الراجل ما بيقصرش. المهم يا استاذ ميزو كمل لو سمحت، اتفضل. سيبك من موضوع مجلس اداره الزمالك ده عشان ده مش موضوعنا حرفيا النهارده، فكمل لان كان في نقطه جوهريه في الفيديو ده هو ده الاساس بصراحه اللي جاي خلينا نعمل الفيديو ده عشان خاطرك، فاتفضل انطلق. فطيب نرجع بقى لمحمد صلاح. محمد صلاح حمله قذره ووقحه يتعرض لها هذا الانسان الاصيل اللي ما عمروش اثر مع حد، ودايما شكرا استاذ ايمن شكرا. فبالتالي
الحملة وقحة جدا. ونظام ايه اللي هو انت ازاي ما تنزلش صورة فلسطين، انت ازاي ما تقولش ايه؟ ومع ذلك مفيش مصري، مفيش مصري لا يزايد على حد في القضية دي الفلسطينية ولا يتاجر بيه الا الناس الوقحة اللي زي الجماعة المحظورة وزي فئة من جمهور مشجعي احد الاندية اللي انتوا عارفينهم اللي كارهين محمد صلاح، وانتوا عارفين ليه. ليه؟ لان الراجل وكل اللي حواليه قالوا زملكاوي كان نفسه يلبس تيشيرت الابيض ده. واحد. اتنين، الراجل مواقفه واضحه وثابته. تلاته، علشان في كده حاجه كده بتاكل بعض الناس اسمها الاخ اللي هارب ده من حكم ارهاب وموضوع على قائم الارهاب بشكل نهائي وباع جنسيته وخد جنسيه تانيه وقعد بره وبتاع. فده الاسطوره بس. تعالى 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 يا حبيبي على حجر عمه. طيب بصوا يا جماعه، مبدئيا بعيدا عن استاذ ميزو ابو صباع في ودنه، انا ما عنديش اي مشكله ان حد يبقى شايف ان اللي عمله صلاح منطقي. امبارح كنت لايف على التيك توك، كنت بتكلم وكنت بتناقش مع ناس، وفي اكتر من حد كان معارض لفكره ان الناس تهاجم صلاح او الناس تتضايق من صلاح وليه ومش ليه، بعيدا عن الفئه اللي شايفه او اللي زي الاستاذ ميزو ابو صباع في ودنه، شايفين ان اي حد بيهاجم صلاح فاحنا لازم نصنفه، لازم نخونه، لازم نخليه اخوان، او لازم نخليه شريحه معينه بتنتمي لنادي معين كلنا عارفينه، عشان الف واجي في الاخر القح اصل الاسطوره بتاعهم اللي قاعد بره. عامل لك حرقان. انا عارف انه برضه 13 جون فيكو ينيموك معيط يا اخي، كتير قوي. تخيل 13 جون في ماتشات الديربي بس. تخيل ان اللي جزمته انضف من خوختك، خوختك اللي هي اللي انا حاططها هنا، مش خوختك خوختك لان اكيد دي انا جزمة اي حد انضف منها يعني، بس يعني العموم جزمة محمد 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 ابو تريكا انضف منك ومن امثالك. دي حاجة انا هقولها لك بكل صراحة يا استاذ خوخة. ده تحليلي الشخصي، انا مش عارف دي حاجة تضايقك ولا لا، ولو انت متضايق ممكن تبقى تخش تستحمى لعل وعسى ده يجيب نتيجة، بس اعتقد ان اللي زي حضرتك مهما استحمى بيفضل واضح وبيفضل ظاهر للناس كلها. المهم يا استاذ ميزو، بعيدا عن التلقيح عن ابو تريكا، لان ده انا ممكن اعمل لك فيديو لوحده اتكلم معاك كلمتين بعيدا عن الخوخه، لان انا عارف ان انت عندك مشاكل، ان انت صباعك في ودنك، وده نفس مصدر الفهم، نفس مصدر الكلام، نفس مصدر السمع، فيا حرام لما بيتداخلوا كلهم مع بعض وانت اصلا قافل المصدر ده بودنك بيبقى الموضوع صعب قوي. يعني انت طول ما انت حاطط ايربودز او حاطط صباعك في ودنك ما بتبقاش سامع، ما بتبقاش فاهم، بيبقى في مشاكل كبيره طبعا، دي ممكن نتكلم فيها بعدين لكن هي مش موضوعنا دلوقتي. المهم يا استاذ ميزو، بعيدا عن ابو تريكا زي ما قلت لك، انت بتتكلم ان اللي بيهاجموا محمد صلاح هم ناس لازم نخونهم، فانت وامثالك انا مش معاهم. لكن في الفيديو ده ممكن اقول في الحتة دي رسالة للناس اللي متضايقة من الناس اللي بتهاجم محمد صلاح. يا جماعة اختلاف الاراء لا يفسد في الود قضية. حضرتك حر جدا انك تدافع عن محمد صلاح، وانا حر جدا ان اشوف ان محمد صلاح مقصر. ليه؟ دي حاجة موضوع كبير ممكن نعمله فيديو لوحده، وانا عملت فيديو من كام يوم اعتقد اتكلمت في الموضوع ده حسب ما انا فاكر، يعني مش فاكر قلت ايه قوي في الفيديو، لكن كان نفس رأيي بتاع دلوقتي، فاعتقد ان الكلام كان مشابه. المهم يعني انا ما عنديش مشكله ان حضرتك تختلف معايا في النقطه دي، لكن اكيد عندي مشكله مع اللي زي ميزو اللي اول ما يتزنق يخون اللي قدامه، اول ما يتهاجم يبقوا لجان النادي اللي احنا عارفينه اللي مش عارف بيعملوا ايه وبياخدوا كام، لدرجه ان حتى لما بقى في فئه كبيره في الزملكاويه مش طايقاك بقوا هم كمان لجان. يا اخي ده في فئه كبيره من الزملكاويه المعروفين على السوشيال ميديا طلعوا هاجموا محمد صلاح، دول كمان اخوان ووحشين ومش نافعين. يعني انت مفيش حد خالص يا معاك يا اما عليك، وبتقول ان الناس اللي زي دي هم اللي اصل انت لو مش معانا تبقى علينا. انت متاكد ان الناس دي هي اللي بتعمل كده ولا انت يا ابو صباع في ودنك؟ المهم انا بس عايز اقول لك كلمتين قبل ما نخش على النقطه اللي بعدها. مفيش حد بيكره صلاح عشان زملكاوي لان هو اصلا ما اعلنش ان هو زملكاوي، ومفيش حد بيتكره عشان هو زملكاوي، ودايما في مثال عندكم انا بحب اتكلم عليه قوي لانه مثال لسه موجود دلوقتي في الملعب، الكابتن محمد عبد الشافي اللي سبحان الله كان اعلن ان هو اعتزل اخر السنه اللي فاتت ورجع تاني عشان يبقى في موقف لايف ظاهر قريب الناس كلها فاكراه، وجمهور الاهلي بيحترم محمد عبد الشافي وبيتمنى له كل التوفيق بعد الاعتزال. واحد زملكاوي لعب في الزمالك، فانت بتحاول تقنعنا ان واحد بيتقال ان هو زملكاوي حتى لو فرض ان الموضوع ده صح هيتكره عشان النقطه دي. انت محتاج تتعالج يا استاذ ميزو، فسيبك من القصه دي وكمل قول لنا بتقول ايه. طيب هل محمد صلاح ضد القضيه الفلسطينيه؟ الناس قولا واحده، الناس اللي بتزايد على محمد صلاح دي ناس يا اما ما بتفهمش يا اما ناس عندها مشكله في دماغها وتفكيرها. لان انا عشان كده انا مصمم يوميا انزل اغاني مو صلاح وانزل صور محمد صلاح. هذا الشاب المحترم الموهوب الخلوق المتدين العربي الاصيل
الذي يدافع ويساند قضايا وطنه وقضايا امته العربيه. مش عشان ما نزلش البوست هيعمل ايه؟ يعني مثلا الصاروخ جاي كده اول ما محمد ينزل بوست يقوم طالع كده راجع تاني؟ ايه التخلف؟ هل صلاح ضد القضيه؟ ده سؤال غبي ما يطلعش غير من واحد الاي كيو بتاعه يتطابق مع الاي كيو بتاع كابتن طارق اي كيو. هل انت متخيل ان الناس زعلانه من محمد صلاح عشان هو ضد القضيه الفلسطينيه؟ عشان انت بقى تبتدي تقول لنا ان صلاح صاحب صاحبه وجدع ورجوله واتبرع. على فكره بقى صلاح اتبرع وصلاح عمل مش عارف ايه وصلاح دفع فلوس مش عارف مين، وهو التبرع احسن ولا الافعال والاقوال؟ عشان انت في حته برضو قلتها في النص وقعدت تقول اصل هما بيحبوا اللقطه ومش بيحبوا اللقطه. على فكره في لعيبه كتير عندك في الزمالك برضو نزلوا بوستات دعم، لان ده الطبيعي، ده الطبيعي. انت طبعا ما تفهمش الكلام اللي انا بقوله، زي ما قلت لك الخوخه مسدوده فيها صباعك في ودنك، وده مصدر السمع والفهم وكل حاجه. فاحنا عندنا في مشاكل في النقطه دي، احنا مش هنختلف على الكلمه، نتكلم في الموضوع ده بعدين مش موضوعنا. المهم يا استاذ ميزو، انت بتتكلم ان هو يعني كلمه صلاح هتعمل ايه؟ هو لو جاي صاروخ وصلاح كتب بوست فالصاروخ هيلف ويرجع كده؟ ايه التخلف ده؟ فعلا ده تخلف يا استاذ ميزو حقيقي والله. لو حضرتك متخيل ان الناس زعلانه عشان صلاح لما يكتب البوست فالبوست بتاعه هيمنع الصواريخ انها تنزل، لا يا ابو صباع في ودنك. لو فكرت، لا صعب تفكر فيه، لو شلت صباعك من ودنك وابتديت تحاول تفهم من كلام الناس، انت مش هتعرف تفهم لوحدك، دي حاجه احنا كلنا عارفينها، وان في مشاكل في الفهم، وان مستوى الاي كيو زي ما قلنا بيتطابق مع مستوى الاي كيو بتاع الكابتن طارق اي كيو، مع كامل احترامي للكابتن طارق اي كيو طبعا. المهم انت هتفهم ان في تاثير للكلمه بتاعته. ولا اشرح لك ليه؟ انت في بقيه الفيديو اصلا رديت على نفسك، ما تيجي نسمع كده. طب تعالوا نشوف بعض المواقف يا محمد صلاح. اولا في معلومات، اولا محمد صلاح اتبرع للهلال الاحمر المصري عشان بمبلغ ضخم جدا ضخم جدا عشان تروح مساعدات لأهل فلسطين، وده يعني ده اهم ولا قلوبنا مع غزه ومفيش جنيه خدته حضرتك، مفيش ازازه ميه بعتها لك. فالراجل بعت مبلغ ضخم للغايه خلاص، والناس بدات تكتب في الموضوع. طيب تعالوا نشوف محمد صلاح عمل ايه للقضيه الفلسطينيه قبل كده. اولا في سنه 2021 نزل محمد صلاح تغريده دعا فيها قاده العالم للوقوف جنب الشعب الفلسطيني، وكتب قال انني ادعو جميع قاده العالم بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي موطنا لي طيله الاربع سنوات الماضيه اللي هو انجلترا، الى بذل كل ما في وسعهم للتاكد من توقف العنف وقتل الابرياء على الفور. لقد طفح الكيل. وبوريس جونسون استجاب بالفعل في الوقت دوت وخد اجراءات وحصل تدخلات، وكان الموضوع منتشر جدا في وسائل الاعلام، وساعتها كان فخر العرب لان ساعتها كان الموضوع متاح. الشخص اللي كان من دقيقه بيقول لك ان الكلام بتاع صلاح هيفرق في ايه، يعني هو لما صلاح يكتب البوست الصاروخ جاي كده وهيلف يرجع كده ومش عارف ايه، هو نفس الشخص اللي بيقول لك ان صلاح لما كتب بوست سنه 2021 الناس استجابت والناس اتدخلت والموقف هدي. موضوع 2021 ده ساعه حي الشيخ جراح، لما الناس كانت بتقول سيف الشيخ جراح، الهاشتاج بتاع سيف حي الشيخ جراح، لما كانت الناس بتتكلم ان اللي بيحصل ده كتير، وابتدت في ناس كتيره مسموعه زي محمد صلاح تتكلم، فالموضوع فرق باعترافاتهم. لو فاكر الافيه ده، باعترافاتهم. فباعترافات حضرتك انت فاهم، او بعيدا عن فاهم لان قلنا الموضوع ده صعب، بس انت قلت ان لما هو بيتكلم الموضوع بيفرق، وده بالظبط اللي مضايق الناس. اللي مضايق الناس مش عارف اقول لك ايه، بس خوخه شغال يا ابن الليحه، البار شغال. بعيدا عن ان انت عيل متنيل، بس سيبك من القصه دي، انت بنفسك قلت ان هو لما بيكتب بوست ليه تاثير، الناس بتستجيب، وهو ده بالظبط اللي مضايق الناس اللي متضايقه من صلاح. سيبك من استاذ ميزو، انا مش هتكلم مع استاذ ميزو، لان زي ما قلت لكم انا شايف ان يا حرام عنده مشاكل والصباع في ودنه والخوخه ملعلعه، ويعني بعيدا عن القصه دي. الكلمتين دول ممكن يكونوا موجهين للناس اكتر اللي شايفه ان الناس ما ينفعش تهاجم محمد صلاح، وان الهجوم على محمد صلاح دي حمله ممنهجه، وان ده في بلاد تانية عشان محمد صلاح ما رضاش يروحها فالناس دي بتهاجمه، او ان في بلاد تانية ناس غيرانه منه، والكلام ده كله اللي على فكره الكلام ده موجود محدش بينكره. بس الناس اللي فعلا بتهاجم محمد صلاح او متضايقه من محمد صلاح لسبب واحد فقط، وهي قضيه اخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم وربنا يطمن عليهم وربنا يصبر اهالي كل شهيد، وربنا ينجي كل واحد مجروح او كل واحد هناك مصاب، ربنا يبارك لهم ويقومهم على خير. الناس دي متضايقه لان فعلا يا جماعه البوست او الكلام بتاع محمد صلاح
انا اسف على المفاجاه بس هو اهم من 10 مليون دولار. شوف لو صلاح اتبرح ب 10 مليون دولار احنا كشعوب ممكن نلم الارقام دي. الناس اللي هناك مش محتاجه ان هم قبل ما يتضرب عليهم الصاروخ يبقى جنبهم ازازه ميه ومعاهم وجبه اكل. الناس اللي هناك دي محتاجه ان الصاروخ ده يقف. الصاروخ ده والقصف اللي شغال عليهم ده عشان يقف، القصف ده محتاج ضغط من ناس ليهم قيمه، ناس مسموعين من المجتمع اللي هو قال ان لما هو اتكلم في 2000 او محمد صلاح اتكلم في 2021 الناس دي ابتدت تستجيب. فبحكم ان مفيش خلاف على ان صلاح اشهر عربي مصري مسلم موجود في بلاد اوروبا وليه تاثير، فاحنا مستنيينه يتكلم. احنا مستنيينه يتكلم لانه لما هيتكلم في ناس هتسمعه، لما هيتكلم هيبقى بيضغط معانا لان كلامنا مهم، كل خطوه احنا بنعملها مهمه. لو محدش فيكم فاهم فلازم تسالوا نفسكم ليه اللي ما يتسموا ضرب اخواتنا في فلسطين بدايه من يوم 8، لكن المظاهرات ابتدت تزيد قوي بره في اوروبا وفي امريكا وفي الاماكن دي يوم 13 و14، لان صوتنا ابتدى يوصل. على ما احنا ابتدينا نعمل حملات على السوشيال ميديا وابتدينا نعمل شير لبعض وابتدينا نعمل لايكات وابتدينا نعمل فيديوهات وابتدينا نعمل شير لفيديوهات الناس هناك والناس اللي بتتكلم من جوه فلسطين والناس اللي مش عرب ومش مسلمين وهم بيتكلموا في القضيه، الناس ابتدت تفهم ان الاعلام بتاعهم بيكذب، ابتدوا يشوفوا حاجات حقيقيه. فابتديت حضرتك تشوف مظاهرات في اوروبا سواء بقى في فرنسا في اسبانيا في ليفربول المدينه في لندن اللي هي شويه اماكن كده في انجلترا، ابتدينا نشوف مظاهرات في كوريا الجنوبيه ومظاهرات طبعا في امريكا في كذا ولايه. انا مش هكلمك على العرب، مش هكلمك على مظاهرات العرب، مش هكلمك على الناس العرب اللي بيتكلموا لان ده الطبيعي، او البلاد حتى اللي في شرق اسيا المسلمين لان برضو ده الطبيعي لان دول مسلمين فهم شايفين القضيه وعارفين تفاصيلها. لكن لما تلاقي ناس زي دي بتدعمك اعرف ان كل حاجه انت بتعملها مهمه. ملخص الموضوع مش لميزو ابو صباع في ودنه، ملخص الموضوع ان انا عايز اقول لكم كلمتين. مش لازم اي حد يبقى رايه مش عاجبك او انت رايك مش عاجبه ان احنا نقعد نشتم في بعض على السوشيال ميديا واقول لحضرتك والله انت خاين ومش عارف بتسمع ايه، وانت تقول اصل انت خاين مش عارف مع مين، وايه اللي انت بتعمله ده محمد صلاح، انت مين انت عشان تتكلم على محمد صلاح؟ انا واحد بتفرج على كوره، انا واحد بتفرج على كوره وده لعيب كوره فانا من حقي اتكلم عليه. محمد صلاح كلاعب كوره بس فقط مش مطلوب منه انه يدعم فلسطين. محمد صلاح كلاعب كوره فقط حقه يا باشا يعمل اللي هو عايزه. بس محمد صلاح هو اللي باع لنا فكره ان انا وانا لسه في بازل مش معروف لما اروح العب فريق من اللي ما يتسموا فانا مش هسلم عليهم، ولما اروح ارضهم هناك برضه مش هسلم عليهم رغم التهديدات، ولما اجيب جون هسجد هناك وهعمل مشاكل. محمد صلاح هو اللي باع لنا فكره ان انا الشخص اللي شبهكم، انا واحد طالع منكم، انا عربي مصري مسلم بتكلم على الحاجات اللي بتحصل، بدافع عنكم في المواقف اللي انتم محتاجيني فيها. فالناس ابتدت تحب محمد صلاح ازيد من اللازم، الناس ابتدت تدعم محمد صلاح في كل حته. فلما نوصل النهارده لمرحله ان في عز ما انت محتاج واحد زي صلاح يتكلم يحمل نفسه مش من هنا، والله بقى اتبرع في السر بمليون ب10 ربنا يزيده وربنا يكتبه في ميزان حسناته. بس حقيقي احنا كنا محتاجين كلمه صلاح اكتر 100 مره من دعم مادي وشويه تبرعات بفلوس من صلاح. انا اسف ان انا طولت عليكم الفيديو بس حقيقي هو استفزني ان انا اعمل الفيديو ده، فانا غصب عني الفيديو زي ما انتم شايفين كده ممكن يكون اطول فيديو عملته في حياتي. يا رب ما يكونش الفيديو تقيل عليكم وانا اسف لكم تاني ان الفيديو طول.